يلا شوف ابو غازي البلوشي كيف كان قبل، شوف ابو غازي البلوشي كيف صار بعد. ابو غازي لو سمحت احكي لنا كيف، شو عمل معك برنامج فيل جريد؟ برنامج فيل جريد يعني ببساطه يعني شوف الفرق يوم تاكل كذا مثلا بينك وبين الطاوله شبر. الحين انت المفروض جاي قبل لو شفت الكميه الحين كل وانت تلصق بالطاوله شايفين الكميه من البطايا. اهم شيء خذ الالياف سلم قبل الغداء شوف النتائج الثبات. هذا سميه حرمان. طيب مع نزول الوزن شو النتائج الاخرى اللي استفدت منها؟ الاخرى خلصت من الدهون الثلاثيه، كوني اخر فتره كوني رياضي وشاد حيلي وتصوير الام الركب، الام الداخليه ها الركب، مسمار القدم خلص منه.